قتيل بالفكر والتحليل. آياته كالنور لا ترتضي بمثيل. قد أعجز البلغاء والنص خير دليل. ما رتل الرحمن وأتى به جبريل. أين الذي يرضاه؟ أين العقول؟ أين العقول؟ دكتور عبد الدائم الكحيل، أستاذ الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية، في ظاهرة انتشرت ومنتشرة من زمان، وهي ظاهرة اكتئاب ما بعد الولادة، وبتصيب طبعا كثير من النساء في المجتمع. ماذا عن توصل العلم الحديث بهذه الظاهرة؟ الحقيقة المرأة تعاني من حالة اكتئاب 3 أو 4 أو 8 أضعاف الرجل أحيانا. يعني سبحان الله، طبيعة المرأة عاطفية، ولذلك نجد أن المرأة بحاجة إلى عناية أكبر من الرجل في أثناء الحياة الزوجية. لذلك الله تبارك وتعالى قال: خاطب الرجال لم يخاطب النساء، وعاشروهن بالمعروف. لم يخاطب النساء، خاطب الرجال، يعني الحمل يقع على الرجل. والنبي صلى الله عليه وسلم خاطب الرجال أيضا، لم يخاطب النساء، قال: استوصوا بالنساء خيرا. لأن يعلم أن المرأة ضعيفة، والمرأة تصاب بحالات اكتئاب، وأعلى ما يكون أثناء الولادة وبعيد الولادة، يعني في نهاية فترة الحمل وبعد الولادة، يسمى اكتئاب ما بعد الولادة. ماذا ينصح الأطباء؟ يقولون على المرأة أن تحاول أن تفرح وألا تحزن، وأن تمشي قليلا أو تتحرك لكي تروح عن نفسها. طبعا هذه دراسات للأسف معظمها دراسات إلحادية، لا تقوم على أساس إسلامي. يعني نحن لدينا في الإسلام أساس قوي جدا عالج هذه الظاهرة، ولكن في الغرب ليس لديهم هذا الأساس، لذلك يلجأون إلى الأدوية، يلجأون إلى مضادات الاكتئاب. وهذه تزيد مشاكل المرأة، لأن المرأة بعد الولادة عليها أن ترضع الطفل، وهذه المضادات الاكتئاب تتسرب عبر جسد المرأة وتنتقل مع حليب الأم إلى طفلها، وتؤثر على الطفل أيضا. لذلك الحل ليس هو بمضادات الاكتئاب، الحل هو أن تثق بالله أكثر، أن تدرك أن هذه الآلام ستقودك إلى الجنة. أن تدرك الأم أن هذه الآلام تقودها إلى الجنة، تقودها إلى رضا الله تبارك وتعالى. هذه المعاني للأسف لا يعلمونها. نحن الإسلام علمنا كيف أن المرأة تصبر وتتحمل وتكون فرحة، وبخاصة بعد الولادة. يعني سبق وتكلم القرآن الكريم عن هذه الظاهرة دكتور؟ صحيح. سيدتنا مريم عليها السلام في يعني سورة مريم ماذا خاطبها سبحانه وتعالى؟ قال: فكلي واشربي وقري عينا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. فناداها من تحتها، جاءها النداء من الله سبحانه وتعالى من خلال سيدنا جبريل: ألا تحزني. الحزن يؤثر على المرأة الحامل بشكل كبير، حتى هناك دراسة تقول هناك مواليد، يعني هناك ولادات مشوهة بسبب الاكتئاب والقلق لدى الأم الحامل. إذا كان لدى الأم الحامل ضغوط نفسية كبيرة أثناء فترة الحمل، فإن هذه الضغوط تؤدي إلى ماذا؟ إلى مشاكل في تكون الجنين، وهناك احتمال أن يخلق هذا المولود أو يولد مشوها. لذلك قال تبارك وتعالى: فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة. إشارة إلى ضرورة الحركة التي ينصح بها الأطباء، مع العلم أن النخلة لا تستطيع أن تهزها امرأة
يعني حامل أو ولدت حديثا. لذلك وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. هناك دراسات أيضا تؤكد على ضرورة تناول الأم الحامل في نهاية الحمل وبعد الولادة حبات من التمر، لأن هناك دراسة أخرى أيضا تقول بأن التمر يمكن أن يحسن المزاج العام للإنسان، يعني ويعالج كل الاكتئاب. نعم نعم. فكلي واشربي وقري عينا، هذا ما ينصح به الأطباء وهو ما نصح به القرآن قبل 1400 سنة. يعني هذه الزرة ليست جديدة وإنما تكلم عنها القرآن. نعم صحيح صحيح. شكرا جزيلا، بارك الله على المعلومة، وجزاكم كل شكرا. خير. هذا هو القرآن قد أنقذ الإنسان على الورى إحسانا بالذكر والدعوات يا مبصر الأكوان الذكر خير لسان جود من الرحمن فتح الهدى جنات.